تمام. عملت التشخيص ده او عملت التحليل اللي هو في الصيدليه ده، لازم تحليل دم بعدها ولا ده بيبين خلاص؟ لا لازم طبعا نعمل تحليل سكر صايم. تمام. وطبعا التحليل السكر الصايم النسبه الطبيعيه بتاعته بتكون من 70 ل 110. فالتحليل السكر الصايم اذا عملته مرتين ولقيته اكتر من 126 فهذا المريض طبعا يعاني من السكري. تمام. اذا طبعا هنعمل حاجه اسمها تحليل سكر بعد الاكل بساعتين، وده اهم واحد فيهم، لان ممكن المريض يكون السكر الصايم بتاعه طبيعي، لكن لو اكل واخدنا منه عينه بعد الاكل بساعتين هتلاقي السكر بتاعه اعلى من 200، في حين ان النسبه الطبيعيه للسكر في الدم بعد الاكل بساعتين 140. تمام. تمام. في حاله في تحليل بياكد التشخيص برضو اسمه تحليل السكر التراكمي، او الاول اللي هم هندخل نتكلم في السكر التراكمي بشكل كامل.